علاج التسد احنا حاليا في تشانج مي بنعمل المراحل، بنعالج المراحل دي كلها من خلال اشافة الدهون اللي هو بيتم تحت المخدر الموضعي ومن خلال فتحة صغيرة جدا تقريبا نص سنتيمتر. المختلف في الموضوع ان هي كان المعتاد اللي هو الجرح حوالين الحلمة وبيستأصل منها الغدة اللبنية وبعد كده بيقفلوها، فده كان بيسيب جرح سيء جدا حوالين الحلمة. دلوقتي من خلال الفتحة النص سنتي دي انا اقدر اشوف الدهون واستأصل الغدة اللبنية ونعالج الجلد عن طريق الفيزر او اللايبوساوند، ما يبقاش باين اي جرح، ما يبقاش فيه اي جرح وبيقدر يمارس حياته زي ما قلت حضرتك تاني، على عكس يقدر يمارس حياته من تاني يوم وينزل شغله من غير حتى احتياج لمسكنات. طب هل بترجع تاني؟ كتير بيسألوا الأسئلة دي وكتير واجهني بالسؤال ده، هل هي بعد ما اشيلها هترجع تاني ولا هيفضل أثر للغدة؟ لا، اللي بأكده تماما إن العملية مجرد بتعملها تقريبا 5 أو 6 أيام مبيبقاش فيه أثر للترهل ولا أثر للغدة اللبنية ولا للتسدي وبيرجع تماما مدى الحياة. مدى الحياة. تمام.